صلى الله عليكم سماحة الوالدة. يقول السائل: امرأة حجت وهي محرمة، وأثناء الحج جاءها اتصال بأن زوجها توفي. يقول أحسن الله إليكم: امرأة حجت وهي محرمة، وأثناء الحج جاءها اتصال بأن زوجها توفي، فماذا عليها أن تفعل؟ إذا كانت أحرمت فإنها تمضي وتكمل المناسك، أما إذا بلغها الخبر قبل أن تبلغ مسافة قصر فإنها ترجع، وإن بلغت مسافة القصر أو أحرمت فإنها تمضي تكمل حجها. نعم.